اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من ماده الرسم الفني للصف الاول قسم ملابس جاهزه. احنا اخذنا في الترم الاول فكره عامه عن ادوات الرسم والادوات اللي بستخدمها في رسم البطرون زي المسطره والمثلث الاقلام الرصاص اقلام التلوين. اخذنا بعد كده المقاسات وطريقه اخذ المقاسات والادوات اللي باخدها في القياس زي المازوره، ونعتبر المازوره من اهم ادوات القياس اللي بستخدمها في اخذ رفع المقاسات من على الجسم او ان انا بقيس بيها المقاسات من على البطرون او من على جسم الانسان. ودخلنا بعد كده اخذنا الالوان واخذنا فكره عامه عن الالوان الاساسيه والالوان السنويه والالوان الثلاثيه، واخذنا الالوان المتباينه واهميه الالوان في تخصصنا، واحنا عرفنا ان الالوان دي حاجه اساسيه جدا لان بدون الالوان مش هقدر اعرف اختار الموديل بتاعي ولا التصميمات المناسبه للموديل والالوان المناسبه للبشره للجسم. فتعتبر الالوان هامه جدا بالنسبه لينا كتخصص. ودخلنا برضو في ازاي اختار التصميمات الزخرفية المناسبة للوحدات، لو انا عايزة اعمل تطريز اعمل طباعة على الوحدة الملبسية اختار ازاي، كيفية اختيار الالوان وايه الالوان المناسبة للخامة ونوع الخامة ايه. كل ده احنا اخدناه، واخدنا ايه انواع طبعا الغرز التطريز. ودخلنا في رسم البطرون، اخدنا انواع القياسات واخدنا ازاي ناخد كيفية اخذ المقاسات، واخدنا طريقة رسم بطرون الجونيلا والقصات مختلفة منها، وازاي طريقة وضع الجونيلا بطرون جونيلا على القماش اللي هو طريقة التعشيق. في الترم دوت هناخد في البنطلون هناخد فكرة عامة عن الترم التاني هناخد فيه ايه. تعالوا مع بعض كده نشوف الترم التاني هناخد فيه ايه. اول حاجة هناخد طريقة اخذ المقاسات القياسات للبنطلون. احنا الترم الاول اخدنا الجونيلا، الترم التاني هناخد البنطلون. هناخد ازاي ناخد طريقة اخذ المقاسات للبنطلون، وهناخد طريقة رسم البطرون للبنطلون الامام والخلف، وهناخد قصات مختلفة للبنطلون. تعال نكمل مع بعض. هناخد برضو طريقة اخذ استخراج المقاسات الخاصة ببنطلون السيدات من جدول المقاسات، وده احنا خدنا جدول المقاسات في الترم الاول، واخدنا ازاي بطلع من جدول المقاسات القياسات اللي انا عايزة ايه اخدها حسب المقاس حسب الموديل اللي انا هنفذه. برضو في الترم التاني هنرجع برضو تاني لجدول المقاسات وناخد منه ازاي ارفع المقاسات من على الجدول، وازاي اخد مقاسات للبنطلون اللي انا عايزة انفذه. نرجع تاني مع بعض. يبقى طريقة استخراج المقاسات الخاصة ببنطلون السيدات من جدول المقاسات، وهناخد رسم النموذج الاساسي للبنطلون. بعد كده هناخد رسم تصميمات متنوعة واعداد رسم تخطيطي لتعشيق النموذج لمقاس واحد على القماش، يعني ازاي اعشق البنطلون على القماش، طريقة التعشيق تبقى ازاي. هناخد فكرة مع بعض كده عن المقاسات ونراجع الذاكرة بتاعتنا، ازاي كنت باخد المقاسات بتاعتي وازاي برفع المقاسات من على جدول المقاسات. تعالوا نفكر بعضنا كده بالمقاسات وازاي باخد المقاسات وايه هي القياسات الصحيحة وكيفية رفع المقاسات من على جسم الانسان. تعالوا مع بعض نشوف اول حاجة كده. يبقى بقول مقاسات الملابس وجدول المقاسات القياسية، يعني ايه هي جدول المقاسات هو ايه، وهي المقاسات او جدول المقاسات القياسية اللي انا بشتغل عليه. اول حاجة مفهوم مقاسات الملابس، بقول المقاسات هي ارقام معينة يعبر كل منها عن مجموعة قياسات جسم، وما يرمز لها برمز معين يسمى ايه المقاس. يعني المقاسات دي بتبقى عبارة عن ارقام، الارقام دي بتبقى مقاسات للجسم اللي انا باخد المقاس بتاعه. ممكن المقاسات دي بتبقى كنموذج موجود عندي في جدول المقاسات، ان انا ببقى عندي مقياس مثلا مقاس 38 مقاس 40 مقاس 48 مقاس 50، دي الارقام بتاعت المقاسات.
تحت الارقام دي بيبقى موجود تحتيها المقاسات اللي بشتغل عليها، اللي هي محيط الصدر، محيط الوسط، محيط اكبر حجم، الطول الكلي، عرض الكتف، طول الصدر، طول الوسط، طول الجنب. دي المقاسات اللي بتبقى موجودة تحت كل مقاس ايه انا بختاره حسب الموديل اللي انا عايز انفذ بيه الايه النموذج بتاعي. نكمل مع بعض. باجي بقول بقى معرفة المقاسات المناسبة من جدول المقاسات. ازاي اعرف المقاسات المناسبة من جدول المقاسات؟ يعني انا لو عايز انفذ فستان، انفذ جونيلا، انفذ بنطلون، لازم اكون عارف ايه هي المقاسات المناسبة للموديل دوت، والموديل دوت لانهي جسم او لاي المقياس بتاعه مقاسه كام، عشان اقدر اطلع المقاسات من الجدول لو انا مش معايا المقاسات بتاعته. تعالوا مع بعض كده نشوف. او ده جدول المقاسات اللي احنا اخدناه في الترم الاول، برضو هيتكرر معانا تاني في الترم التاني. بيبقى دي المقاسات للسيدات، بيبقى حسب الطول، بيبقى متحدد لي طول القامة بتاعته ايه 168 سنتي. هنا بيبقى عندي فوق المقاس اللي هو 34 36 38 42 42 46 48 50 52. في مقاسات بعد كده اللي هي بتبقى الفات، وفي مقاسات قبل 34، دي بتبقى المقاسات بتاعة الأطفال. فأنا يعتبر مقاس السيدات بيبدأ عندي من مقاس 34. تحتيها بيبقى عندي دي المقاسات اللي أنا اللي هي إيه هي المطلوب عشان أنفذ الإيه المنتج بتاعي. طبعا بيبقى عندي محيط الصدر، كل مقاس من دول بيبقى موجود محيط الصدر بتاعه، محيط الوسط، محيط الأرداف، عرض الصدر وطول الظهر وعرض الظهر وعرض الكتف، طول الذراع، محيط الذراع، محيط الرزغ، محيط الركبة، والطول الكلي وطول الجناب، وطول البنطلون او طول الجونيلا ان انا عايزة انفذها. يبقى انا عندي ده جدول المقاسات اللي بقدر استخرج منه المقاسات بتاعتي. وطبعا دي الجدول ده هو المقاسات اللي احنا متفقين عليها محليا وعالميا ان انا بشتغل عليها، ودي موجودة في الكتاب بتاع رسم الفني بتاعنا. في عندي بقى اللي هو جدول المقاسات القياسية اللي احنا بنقول عليه اللي هو السمول والميديم واللارج والاكس لارج والاكس اكس لارج، برضو هي نفس المقاسات، بس هي محطوطة في ان انا لما بروح اشتري بشتري بقول انا ايه بلبس سمول، بلبس ميديم، بلبس لارج، بلبس اكس لارج، اكس اكس لارج. ده اللي هي الجداول القياسية اللي احنا ايه المقاسات القياسية اللي انا بشتغل عليه. لو انا عايز اشتغل على السمول بطلعه من الجدول، لو عندي عايز اشتغل على الميديم، عايز اشتغل على اللارج، عايز اشتغل على الاكس لارج او الاكس اكس لارج، هو دي المقاسات اللي انا ايه بشتغل عليها لو انا هشتغل على المقياسات دي. نيجي بقى ازاي اخد طريقة اخذ المقاسات من على الجسم. دي اللي احنا خدناه قبل كده، ده ازاي اخد اطلع المقاسات من جدول المقاسات. طب لو انا عندي حد عايز اخد مقاسه، هاخد المقاس بتاعه ازاي؟ تعالوا نشوف طريقة اخذ المقاسات من على الجسم، وتبقى الطريقة الصحيحة لاستخراج المقاسات من على ايه من على الجسم. تعالوا مع بعض نشوفها. اول حاجة طريقة اخذ قياسات الجسم، طبعا بستعمل شريط القياس. بستعمل شريط ايه القياس اللي هو المزورة، ده اللي هو اللي انا بقيس بيه. ليه؟ لان احنا عارفين ان شريط القياس اللي هو المزورة، احنا عارفين ان هو بيبقى ايه شريط مرن زي ما احنا شايفين كده، بيبقى شريط مرن وسهل قوي ان انا الفه على الجسم ويديني القياسات الصحيحة. طبعا احنا عارفين المزورة بتاعتنا دي بتبقى شريط مرن مصنوع من البلاستيك الغير مطاط، يعني لما شده كده ما يمطش معايا. ليه؟ لان انا لما باخد المقاس لازم يكون المقاس معايا مظبوط، مش ان انا اشده يغير في المقاس بعد كده. وطبعا احنا عارفين المزورة بتاعتنا بتبقى مرقمة ناحية بالسنتي وناحية بالبوصة، لان هي بتبقى المزورة دي بتبقى بنقول عليها من القياسات اللي هي الايه المحلية والعالمية، بتبقى منتهية في طرفها بقطعة من المعدن تحافظ عليها من ايه من التشعب. طبعا لما باجي اقيس باخد المزورة بتاعتي، ولازم تكون مقاساتها صحيحة ومطابقة للمواصفات علشان لما اجي اقيس تبقى القياسات بتاعتي صحيحة وما يكونش فيها اخطاء.
تعالوا نبقى نشوف الطريقة بتاعت أخذ المقاسات من على الجسم. أول حاجة طبعا لما باجي أخذ المقاس لازم أكون باخد مقاس من على جسم يكون لابس لبس ملابس خفيفة، ما يكونش ملابس ثقيلة. يعني لو لابس جاكيت لازم ايه يقلع الجاكيت عشان اعرف اخد ايه المقاس من عليه. لكن لو اخدت مقاس على الجاكيت لو هو لابس جاكيت تخين لا بيبقى بيغير في شكل المقاس خالص. فلازم يكون المقاس يكون لابس تكون اللي هاخد مقاسه يكون لابس شميز او بلوزة خفيفة بحيث ان انا اقدر ارفع المقاسات بطريقة صحيحة. اول طبعا تاني حاجة يكون واقف باستقامة، يعني الشخص اللي هاخد المقاسات بتاعته يكون واقف باستقامة مستقيم ما يكونش فيه اي ايه ميل. يعني انا لو هوقفه كده مثلا لو شبه زي العروسة كده يبقى لازم يبقى واقف مستقيم كده واقفة مستقيمة بحيث ان انا اقدر اخد المقاسات بطريقة صحيحة وتبقى ايديها جنبها دي، ويبقى السطح اللي هي واقفة عليه يبقى سطح مستوي بحيث ان انا لما اجي اخد المقاسات يبقى الشخص قدامي مستقيم واقدر ارفع المقاسات بطريقة صحيحة. تاني حاجة تالت حاجة بقى بقول يربط شريط حول القصر. طبعا لو انا عايزة اعمل اخد دوران الوسط مظبوط ما ايه وهي مثلا لابسة بلوزة من غير وسط ممكن بلف شريط حوالين الوسط او بقول اللي قدامي حط ايدك في وسطك عشان اقدر اخد الايه احدد الوسط ومكان الوسط. طبعا استخدام شريط القياس احنا قلناه من نوع جيد غير المطاط. قياس محيطات الجسم طبعا بيلف الشريط القياس في خطوط مستقيمة افقية، يعني انا بلفه حوالين الدورانات دي بيلف ايه افقي ما حوالين دوران الايه الصدر دوران الوسط دوران الهانش دي الدورانات اللي انا باخدها وبرضو دوران حردة الرقبة حول الاماكن المستديرة في الجسم بحيث يكون شريط القياس موازيا للارض. يعني انا الشريط وانا بلفه يكون متوازي يبقى خطوطي كلها متوازية وانا وراعي ده وانا باخد المقاسات في الدورانات. نكمل طبعا قياسات الجسم لازم ان انا باخدها باخد ايه باخد اساسي عندي دوران الرقبة دوران اعلى الصدر دوران الصدر دوران اسفل الصدر دوران الوسط دي الدورانات اللي انا باخدها اساسي اللي احنا بنقول عليها دي الدورانات. لسه بقى ايه هندخل على ايه الاطوال. اول حاجة بقى لما اجي اخد دوران الوسط طبعا ايه بمر باخد ايه باخد دوران الزيت الصدر ازاي بيأخذ بامرار شريط المزورة فوق عظمتي الظهر وتحت الذراع حتى فوق اعلى بروز الصدر. يعني انا بلف المزورة وممسك المزورة لازم المزورة تكون بتتحرك معي يعني بتلف معي ما يكونش فيه ان هي ما باخدش المقاس يا دوبك لا انا بسيب حوالي ممكن بايدي كده بعمل 3 قراريط كده بايدي بحيث ان انا ايه يبقى المزورة لما لفها يبقى المقاس متاخد مظبوط من على الصدر. لان المقاس الصدر لازم ولا يكون واسع ولا يكون ضيق لازم يكون فيه براح وانا باخد المقاسات. تاني حاجة بقى دوران الوسط هو اللي باخده مظبوط يعني باخده على الدوران بالظبط ما بزودش حاجة عليه لان هو ده اللي بيحدد لي التكسيم بتاع الجسم وبيطلع الحاجة مظبوطة. يبقى انا لازم دوران الوسط بتاعي يبقى ايه المزورة تكون ملفوفة تمام على خط الوسط ما يكونش فيه اي براح ولا خالص في خط الوسط عشان المقاسات بتاعتي تبقى مظبوطة وما اكون هرسم البطرون بتاعي بتاع المقاسات دي يطلع المقاس مظبوط معي. نكمل نيجي بقى لدوران الجناب. طبعا دوران الجناب برضو بيلف شريط القياس حول اكثر مناطق الارداف امتلاءا تحت الخصر، يعني بنزل بعد الخصر في حدود من 18 ل 21 سنتي حسب الطول بتاع السيدة وبراعي طبعا اللي هي السيدات اللي بيبقى جسمها مليء وبسيب براح برضو في الدوران بتاع الهانش. يبقى انا بسيب براح في دوران الصدر وبسيب براح في دوران الهانش لراحة الايه المقاسات اثناء ما برسم ايه البطرون. نكمل في الخلف وضع افقي ثم يمرر الشريط فوق الامام في مستوى افقي وازي للارض ده الدوران بتاع الهانش.
باجي باخد بقى عرض الظهر، باخد عرض الظهر من اول يؤخذ هذا الطول من ايه فوق عظمتي الرقبه، يعني انا بشوف ايه عظمه الرقبه ولوح الظهر من الذراع للذراع، يعني باخد من اول عظمه الذراع الذراع اليمين الى اليسار، ده بسميه عرض الظهر، ده بسميه ايه عرض الظهر، يعني من عظمتي الذراع باخد ايه عرض الكتف بتاعي. عرض الصدر بقى بيؤخذ القياس على الصدر اسفل ايه التجويف الرقبه، يعني من برتفع بالمنظوره تحت الابط وباخد الايه عرض الصدر بتاعي، بيبقى اسفل تجويف الرقبه من الامام بحوالي 7 سنتي من البدايه التقاء الذراع بالجسم حتى الذراع الاخر، يعني انا بخلي المزوره تلف من اسفل الذراع وبيبقى بتنزل بعد الرقبه في حدود 7 سنتي عشان اطلع عرض الصدر. ده عرض الصدر مختلف عن دوران الصدر، عرض الصدر حاجه ودوران الصدر حاجه. نيجي بعد كده لطول الكتف، طبعا يؤخذ القياس من الرقبه حتى عظمه ايه الكتف، يعني باخد الطول من الرقبه للكتف، ده بيختلف عن عرض الظهر، انا باخد عرض الظهر كله لكن انا عشان اجيب طول الكتف بس فباخد من اول الرقبه لغايه من اول حرده الرقبه بتاعتي لغايه عظمه الذراع بتاعي. كمل مع بعض. محيط الرقبه، طبعا محيط الرقبه انا بلف ايه باخد الدوران من عند حرده الرقبه كلها، يعني باخد الدوران بتاع حرده الرقبه بتاعتي كلها، بقول حول قاعده الرقبه باجي عند الرقبه بتاعتي والف الشريط بتاع المزوره حوالين الرقبه زي ما احنا شايفين كده، بلف الشريط حوالين الرقبه وباخد ده ايه عرض محيط الرقبه بتاعتي، محيط الرقبه. حجم بنسه الصدر بقى عشان اجيب طول البنسه، تضاف بنسه بتبقى بنسه الصدر دي بنسه ثابته على الايه على البطرون بتاعي، طبعا انا بعد كده بعمل لبنسه الصدر ده تصريف، يا اما بصرفها في حرده الباط يا اما بصرفها في بنسه الصدر او في قصه زي قصه البرنسيس، فباجي بالمزوره بقيس من عند خط الكتف لغايه ايه اعلى بروز في الصدر. باجي بقى لمحيط الذراع، طبعا محيط الذراع باخده بيؤخذ القياس حول ايه عضله اعلى الذراع، ويجب ان يكون الذراع متنيا وملتصقا بالجسم تماما، يعني لازم يكون وانا باخد المقاس بتاع الذراع يكون الذراع بتاعي متني ما يكونش مفرود عشان اطلع المقاس بتاع الذراع مظبوط، يعني لما اجي اخد ذراعي اخد مقاس الذراع بخلي الذراع بتاعي كده متني ملاصق للجسم واخد المقاس بتاعي زي ايه براحتي، لان انا لو فردت ايدي كده واخدت المقاس مش هيطلع معايا مظبوط. تمام نكمل. محيط الرزغ بقى يؤخذ القياس حول الرزغ مع اضافه مقدار ضئيل للروح، يعني ما بخليش الايه المقاس بتاعي يبقى ماسك قوي على الدراع على اللي بقول على الاسوره، لازم يبقى فيه براح وانا بايه براح بسيط ما بسيبش براح جامد، يعني انا لما باجي لو لفيت المزوره كده على ايدي ما بلف وبسيب حوالي 1 سنتي او 2 سنتي راحة بحيث ان المزورة تتحرك معايا كده، لكن لو انا ضيقت قوي الكم هيبقى مضايقني ومش هيبقى فيه راحة للكم وانا بتحرك، ده مهم قوي وانا باخد مقاسات الكم، لان نجاح المنتج لازم يكون مقاسات الكم مظبوط، يعني دي اهم حاجة، لو الكم مش متاخد مقاساته مظبوطة من الاول للاخر ده بيأثر على المنتج نفسه، ما بيبقاش فيه راحة للمنتج ولا العميل اللي لابس المنتج بيحس براحة اثناء الايه الحركة. نكمل. طول الظهر بقى باخد طول الظهر من فقرة الرقبة في الخلف في منتصف الظهر حتى الشريط المربوط حول الخصر، يعني انا باخده من اول عظمة الرقبة اللي في الخلف اللي هي من عند دوران الرقبة لغاية خط الوسط، ده بقول عليه طول الظهر. طول الامام بقى باخده من عند الكتف بيمر بقمة الصدر لغاية ايه خط الوسط، ده بقول عليه ايه طول الايه الصدر او طول الايه الطول من الامام، طول الصدر من الامام، يبقى طول الظهر بيختلف عن طول الصدر.
نيجي بقى لعمق الإيبت. بنسب تكاد تكون ثابتة بينما كل مقاس والذي يليه تحدد 5 من 10 سنتي من مقاس 8 حتى مقاس 22. يعني أنا بيبقى المقاس بتاعي بتاع طول عمق الإيبت ده بيتاخد حسب حسب الموديل بتاعي، ويزيد إلى 7 من 10 سنتي من مقاس 24 إلى 30 سنتي. يعني بيبقى عمق الإيبت موجود عندي، باخده ممكن اخده على الموديل على الجسم، وممكن بيبقى بطلعه من جدول المقاسات، وبيبقى بيختلف من جسم لجسم حسب المقاس بتاعه. نكمل. الطول الكلي بقى من الخصر للركبة، باخد الطول من الخصر للركبة، الطول بتاعي لازم يكون العميل عندي واقف مستقيم علشان اقدر اخد الطول مظبوط، لان لو الطول ما اتاخدش مظبوط بيطلع فرق كبير جدا في الطول. فباخد المقاس من اول الشريط، بشريط المقاس طبعا باخده من اول طول الكتف لغاية الطول اللي انا عايزاه. يعني لو هعمل بلوزة بيبقى باخد بشريط المقاس، بمرر شريط المقاس باخده من الامام، باخده على طول الجنب لو انا هعمل بلوزة، لو انا هعمل فستان باخد من الطول لغاية الركبة، وبعد الركبة حسب الطول اللي انا عايزاه. طب لو انا عايزة اعمل جونيلا طبعا باخد من اول طول الوسط لغاية طول الجونيلا اللي انا عايزه. لو هعمل بنطلون باخد برضو من خط الوسط لغاية الطول القدم، وطبعا بيبقى بياخد الطول كله، يعني البنطلون بيتعمل الطول كامل من الوسط لغاية كعب، حسب بقى الطول برضو، ان في ناس بتحب البنطلون يبقى طويل، في ناس بتحب البنطلون يدوبك يبقى على على وش القدم، ده حسب برضو الطول المطلوب. طب نكمل. الطول من الخصر للأرداف اللي هو طول الجنب بيتراوح من 20 إلى 22.9 سنتي حسب حسب الجدول بتاع المقاسات. يعني انا حسب الجدول بتاعي بطلع طول الجنب بتاعي، برضو حسب الجسم، يعني الجسم الرفيع بيختلف عن الجسم اللي هو المليء شوية. نيجي للأرض، ويؤخذ القياس في منتصف الخلف بداية من الخصر حتى الأرض، يعني بمرره من أول الكتف لغاية الأطوال بتاعتي لغاية ما أوصل لغاية طول القدم من من أسفل، زي ما احنا شايفين كده في في علم المانيكين. ارتفاع الجسم بقى اللي هو طول الحجر، طبعا أحيانا بقول إن يعني ممكن الشخص يجلس طبعا على كرسي يكون من غير مقعد، بحيث ان انا اقدر اخد المقاسات مظبوطه، وممكن انا اخده من عند خط الوسط وانزل بعد خط الجنب. بيبقى دايما طول الجنب دوت او ارتفاع طول الحجر ده بيبقى من 30 لـ35 سنتي. طول الكم طبعا يستند الذراع، طبعا بقول زي ما احنا قلنا كده ان انا لازم اتني الكم بتاعي عشان اقدر اخد الطول بتاع الكم مظبوط، وباخده من اول عظمة الكتف لغاية عظمة الرسغ بتاعي. نيجي بقى نعمل مقارنة، بقارن بين القياسات الشخصية بقياسات جدول المقاسات القياسية. يعني انا لو اخدت مقاسات ممكن اعمل مقارنة بينها وبين المقاسات دي. طب ليه بعمل مقارنة؟ علشان اشوف المقاسات في اختلاف في المقاسات، يعني في بعض الناس بيبقى فيه مقاسات مختلفة لما باخدها من على الجسم بتختلف، بس بتبقى تختلف مقاسات بسيطة جدا من المقاسات الاساسية عن المقاسات اللي موجودة في الجدول. تعالوا نشوفها كده مع بعض. يبقى احنا هنا لما بنيجي ناخد المقاسات، تعالوا بقى احنا هنشوفها كده عملي ازاي اخد المقاسات بتاعتي. طبعا احنا يعني جايبين العروسة دي كده على اساس ان هي تبقى كأني باخد المقاسات عملي، وده احنا عايزين نعملها في البيت بحيث ان احنا نبقى نمرن ايدينا على طريقة اخذ المقاسات. طبعا اول حاجة عندي ان انا ماجي اخد دوران الستر، اهو انا بلف المزورة كده اهي، طبعا
بشوف الرقم بتاعي، الحديدة بتاعتي اهي، وبلف المزورة حوالين الصدر اهو كده. طبعا بسيب هنا اهو مسافة قدامي على اساس ان انا ما يبقاش فيه براح، يبقى فيه براح كده للايه، للصدر بتاعي. يبقى انا لما احط صباعي كده الاقي ايه، ان في ايه، في براح. لو لفيت المزورة كده هلاقيها بتلف براحتها. ده كده انا باخد ايه، باخد دوران الصدر بتاعي. طيب هنزل تحت على دوران الوسط، باخده كامل اهو، باخده كامل. طبعا انا بأيد عندي في ورقة المقاسات، يعني بقول اول حاجة دوران الصدر كام، دوران الوسط كام، هاجي بعد كده اخد دوران اكبر حجم اهو، هنزل على دوران اكبر حجم، وبرده نفس المسافة اللي انا سبتها فوق هسيبها تحت. طبعا عشان اتأكد المقاس مظبوط بلف المزورة كده، الاقي المزورة بتتحرك معايا، يبقى انا كده ايه، المقاس بتاعي مريح. طب عشان اجيب عرض الصدر بطلع فوق الارتفاع اهو، شايفين الارتفاع كده، وباخد عرض الصدر كده اهو. كده انا اخدت ايه، عرض الصدر بتاعي زي ما احنا شايفين كده. كده انا اخدت عرض الصدر من ايه، من اعلى فوق كده، ادي عرض الصدر. طيب هاجي اخد عرض الكتف، باجي من هنا اهو، باجي من عند العظمتين هنا بتوع الذراع، واروح اقيس عرض الايه، الصدر بتاعي، عرض الظهر اهو. يبقى انا كده اخدت عرض الصدر، اخدت عرض ايه، عرض الظهر. هاجي اخد الطول بتاع الظهر، ادي طول الظهر، ادي العظمه بتاعه الرقبه بتبقى اهي، وادي خط الوسط، باجي بروح قايسه طول الظهر كده اهو، طلع عندي ايه، مظبوط. ما اجي اخد طول الصدر، باجي من عند خط الكتف وهيمر بالبروز بتاع الصدر اهو، وانزل على ايه، على خط الوسط بتاعي كده. كده انا خدت ايه، المقاسات بتاعتي، وببدا ايد المقاسات بتاعتي وادرب ايدي على المقاسات. يعني احنا قلنا ايه، ابسط حاجه عندنا، كلنا عندنا عروسه في البيت، بتاعتك، بتاعت اختك، ممكن تدرب ايديك عليها، ممكن بقى على ايه، اختك الصغيره، تاخد مقاسات اخوك، تاخد مقاساته، بحيث ان احنا ندرب ايدينا على طريقه اخذ المقاسات. هاجي بعد كده عشان اعمل طول الجنب، هاجي من عند خط الوسط اهو كده، واقيس طول الجنب بتاعي كده اهو. كده انا اخدت ايه، طول الايه، الجنب بتاعي. دي كده المقاسات بتاعتي. طب فاضل حاجه، اللي هو الكم، اللي احنا دايما بنقول بنغلط دايما في الكم. انا لازم تبقى ايديا متنيه بالشكل ده، شايفين، لازم ايدي تبقى متنيه بالشكل ده اهو كده، وتبقى موازية لمستوى الصدر. واجي اخد اول حاجة الدوران بتاع الذراع اهو، لفيت المزورة واخدت دوران ايه، الذراع. طب هاخد دوران الرزق اهو، هلف المزورة واخد دوران الرزق. طب هاجي اخد بقى ايه، الكم، هاجي احط المزورة كده واروح لفاها لغاية الرزق، واخد الطول، والدراع بتاعي ايه، متني. يبقى الدراع بتاعي هنا ايه، متني. كده احنا اخدنا ايه، الطول بتاع الذراع. لما اجي اخد الطول بقى، لو انا هاخد طول بلوزة باخده من عند الكتف اهو، وانزل على بعد خط الجنب او على خط الجنب حسب الطول اللي انا عايزاه للبلوزة. طب لو هاخد الطول لغاية الركبة اهي، انا بوقفها مستقيمة عشان ايه، اعرف اخد الطول بتاعها، واجي هنا اهو، ده الطول لغاية الركبة. وهاخد الطول كلي، باجي باخده لغاية ايه، الطول اللي انا عايزه. تعالوا بقى نشوف هناخد مقاس الجيبة ازاي. لو انا هنفذ جونيلا، باجي ادي خط الوسط، اول حاجة باخد دوران الوسط بتاعي واكتبه عندي اهو، باخده مظبوط. وبعد كده يبقى انا المطلوب عشان اعمل جونيلا باخد دوران الوسط، باخد دوران اكبر حجم ماشي، وانا بناخده يبقى فيه راحة وانا باخده كده، وباخد ايه،
طول الجونيلا اللي انا عايز انفذها من اول خط الوسط لغاية الطول اللي انا المطلوب، وباخد طول الجنب. يبقى دي اللي هي المقاسات الاساسية اللي باخدها في الجونيلا. طب لو انا هنفذ البنطلون برضو نعرف ازاي هننفذ البنطلون. اهو باخد برضو دوران الوسط، باخد دوران اكبر حجم، باخد بقى طول الحجر اللي احنا بنقول عليه ان انا ايه ممكن اقعد الشخص ده كده اخليه يقعد اهو كده عشان اعرف اخد طول الحجر بتاعه، اخد طول الحجر بتاعه. واحنا قلنا طول الحجر بيبقى من 30 لغاية 35، وطبعا بقعده على كرسي عشان اعرف اوصل ايه لطول الايه الحجر او طول الخصر بتاعه. طيب طول البنطلون بقى بيبقى عندي في حاجة اسمها طول البنطلون من الداخل والطول من الخارج. الطول من الخارج انا باخده اهو كده كده، الطول من الوسط لغاية الرجل من تحت. طب الطول من الداخل، الطول من الداخل ممكن بعد ما يقعد وهو قاعد كده الشخص ده باخد الطول من الداخل، طول البنطلون من الداخل وهو قاعد. تمام كده احنا خدنا طريقة اخذ المقاسات. فاضل بقى حتة برضو احنا ما شرحناهاش برضو نقولها، اللي هي بتاعت دوران الرقبة. ازاي اخد دوران الرقبة؟ اهي احنا بنقول بنلف المزورة حوالين الرقبة كده ويبقى اخدت الدوران بتاعي مظبوط. طب خط الكتف، ادي الرقبة بتاعتي اهي وادي العظمة بتاعت الذراع، باجي من هنا واخد طول الكتف بتاعي من اول حردة الرقبة لغاية طول الذراع اللي هي ايه عظمة الذراع بتاعي. كده انا خدت ايه طول بتاع الكتف بتاعي. كده احنا ايه خدنا طريقة مبسطة ازاي اخد المقاسات. طب تعالوا بقى لو احنا نراجع كده مع بعض الفترة بقى اللي احنا قاعدين فيها دي قبل ما نبدأ الترم التاني، ايه ناخد ايه نراجع ازاي نعمل جونيلا. ممكن نفصل جونيلا واحنا قاعدين في البيت ايه ونطلع موديلات متنوعة منها. ايه تعالوا بقى كده مع بعض. احنا خدنا التنورة وخدنا الخطوات لرسم البطرون الاساسي. احنا عشان نشتغل على البطرون الاساسي بتاع الجونيلا قلت ان انا بحتاج عشان اعمل مستطيل بيبقى عرضه بيساوي ايه بيساوي نص محيط الارداف زائد 1.5 سنتي، وطوله بيساوي طول التنورة اللي هي الجونيلا. يبقى انا بقول ان المستطيل بتاعي بيبقى عرضه محيط الارداف زائد 1.5 سنتي، نص محيط الارداف. وقلنا ليه نص محيط الارداف؟ لان انا برسم نص امام وبرسم نص خلف، ما برسمش امام كامل ما برسمش خلف كامل الا في حالة لو انا هعمل قصة كاملة في الامام فبحتاج ان انا ارسم الامام كامل. يبقى انا عشان ارسم بطرون الجونيلا بحتاج ايه في المقاسات؟ بحتاج محيط الصدر، محيط الوسط، محيط الارداف، محيط طول الجونيلا وطول الجنب. هنا بقى يبقى انا لما باجي ارسم المستطيل بتاعي لو بيبقى 1 2 3 4، ده بيبقى عرضه عرض نص محيط الارداف زائد 1.5 سنتي، والواحد ونص سنتي بنحطها لايه لراحة البطرون، وطوله بيساوي طول الجونيلا. نكمل. طيب المستطيل بيمكن استعماله في التنورة البليسي او كالوني، يعني انا ممكن اعمل الجونيلا بتاعتي ممكن اعملها بليسي، ممكن اعملها فيها كالونيهات، ممكن اعملها باستك، ممكن اعملها بكشكشة. دي حسب ايه ده البطرون البسيط بتاعي ممكن احول منه واطلع منه قصات كتيرة ومتعددة. تمام. كذلك ممكن استخدام المستطيل في عمل تنورة القصات والرقية. طب نشوف بقى خطوات الرسم. اول حاجة هرسم من نقطة واحد، بنرسم خط متعمد، واحد رأسي واحد ايه واحد افقي، وباخد على الخط نص محيط الارداف زائد 1.5 سنتي، وباخد بعد كده طول التنورة وبكمل المستطيل بتاعي. طيب عشان بعمل بعد كده خط الجنب.
طب عشان اعمل الخطوط دي كلها بحتاج اخد ايه؟ اخد المقاسات. ايه هي بقى المقاسات اللي انا اشتغل عليها لما اجي ارسم التنورة بتاعتي؟ تعالوا نشوف كده. احنا هناخد مقاس 12، هنطلعه من جدول المقاسات. لو انا ما عنديش حد ان انا ايه اخد مقاساته، لكن لو عندي حد هرفع المقاسات زي ما احنا شفناها كده عمل. تعالوا بقى ناخد المقاسات اللي احنا هنشتغل عليها. بقول محيط الخصر بيساوي 68 سنتي، محيط الارداف 93 سنتي، الطول من الخصر ارداف 20 سنتي، وطول التنورة حسب الطول المطلوب اللي احنا عايزينه. تعالوا مع بعض بقى نشتغلها كده ونشوف احنا هنرسم الجونيلا ازاي، وهنراجع مع بعض كده خطوات الجونيلا. اول حاجة عندي انا برسم خط مستقيم. طبعا احنا قلنا الادوات بتاعتنا اللي انا بحضرها ايه، بحضر كراسة رسم او ورق الرسم اللي انا هشتغل عليه، بحضر قلم رصاص ماشي، وبحضر مسطرة، بحضر استيكة تكون نظيفة، وببقى معايا الالوان بتاعتي، القلم الازرق والقلم الاحمر عشان التلوين، وبرضو بيبقى معايا ورق شفاف عشان لو احتجت، بيبقى فيه دبابيس، بيبقى فيه معايا برضو بريت عشان كل ده يبقى معايا وانا بشتغل. ولو هشتغل بالمارك باخد ايه، بيبقى معايا مارك عشان ايه لو هعشق على القماش. تعالوا مع بعض بقى نبدأ كده نرسم البطرون بتاعنا بتاع الجونيل. هرسم خط افقي، طبعا بالقلم الرصاص هرسم خط افقي ماشي، ادي المسطرة، هرسم كده خط افقي اهو بالقلم الرصاص. طبعا احنا عارفين انا برسم بالرصاص، بعد كده بحدد بالالوان على طول ماشي. وخط رأسي عشان ابدأ احدد عليه الايه البطرون بتاعي. هاجي اول حاجة، هو قال لي ايه، قال لي ان محيط الخصر، بيساوي 68 سنتي صح، محيط الارداف بيساوي 97 سنتي ماشي، طول الجنب بيساوي 20 سنتي. انا عشان اعمل الخط بتاع البطرون اللي هو عرض البطرون، عرض البطرون بقول بيساوي ايه، عرض البطرون بيساوي محيط نص محيط الارداف زائد 1.5 سنتي. محيط الارداف عندي كام، هو مدهوني كام، مدهوني 68 سنتي، يبقى محيط الارداف عندي كام، 68 سنتي، يبقى نص محيط الارداف زائد 68 سنتي هيديني الايه العرض بتاع محيط الارداف اللي هو عرض البطرون بتاعي اللي هو هيبقى عرضه 48 سنتي. يبقى انا العرض بتاعي ده كله كام، 48 سنتي تمام. طبعا انا هنا برسم بمقاس صغير عشان انا برسم بمقياس رسم، لكن انت لو هتعمله بالمقاس الطبيعي برسمه بالمقاس بتاعي. يبقى اول حاجة بحط الخط بتاعي اهو ماشي، وبقفل البطرون حسب الطول اللي انا محدده للبطرون كده. انا حددت اهو، هنبدأ بعد كده نلون البطرون. اول ما ابدأ اشتغل فانا هشتغل الاول في الخلف. يبقى الخلف هشتغل اهو، حدد الخط بتاعي بتاع الخلف اللي هو خط نصف ايه الخلف كده اهو ماشي، ده اسمه خط ايه، خط نصف الخلف تمام. بعد كده هاجي اقيس بالمسطرة، هاخد خط الجنب هقيس من اول واحد لغاية خمسة. خط الجنب قال لي 20 سنتي، هحدد ادي خط الجنب اهو كده، واروح هعمله بخط منقط لان انا مش هحتاجه قوي اهو. ادي كده ايه الخلف، خط الجنب، وادي الامام تمام. ما نكتب على ده ايه، هكتب عليه خط الجنب او ايه خط ايه الارداف تمام، يا خط الجنب يا خط الارداف
هاجي بقى اخد دوران الوسط. هاخد دوران ايه؟ الوسط. دوران الوسط عندي كام؟ دوران الوسط عندي قال لي ان دوران الوسط باخد ربع محيط الوسط او ربع محيط الخصر زائد 4.5. طب الاربعة ونص دول بتوع ايه؟ الاربعة ونص بتوعي دول بتوع ايه؟ باخد منهم 4 سنتي بنص، ماشي، والنص سنتي دي باخدها راحة للبطرون، ماشي، باخدها راحة ايه؟ للبطرون. يبقى انا هاخد نص ربع دوران الوسط زائد 4.5 سنتي. طب ربع ايه؟ ربع دوران الوسط دوت زائد 4.5 سنتي، واروح اخده المقاس من نقطة 1 اهي لغاية نقطة 9 وحدده معايا. بعد كده بروح طلعة من نقطة 9 دي 1.5، 1.5 دي عشان انا عندي الايه الوسط بيبقى فيه راحة عندي، فهلونه كده اهو، اهو كده اهو، ماشي، واروح واخدة دي بدوران. طبعا انا يبقى انا كده حددت مين؟ حددت الدوران بتاعي، وروح وحددت كمان خط الفاصل اهو، طب انا جبنا الخط الفاصل ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. اخدنا المسافة من نقطة 5 على خط الجنب، على خط الجنب اللي انا عملته دوت، باخد ربع محيط الارداف، ربع محيط الارداف برضو زائد ايه؟ 1.5 سنتي للراحة، فهيطلع مني ايه؟ الخط الفاصل. كده عملت الخط الفاصل بين الامام وبين الخلف. نيجي بقى نعمل البنس. هاخد المسافة دي واقسمها على 3، باخد المسافة دي واقسمها على ايه؟ على 3، واعمل وحدد النقط بتاعتي زي ما احنا محددين كده، وروح عاملة خطوط البنسة، اعمل خطوط ايه؟ البنس بتاعتي. البنسة الاولانية بنزل 14 سنتي، ويبقى عرضها 2 سنتي. ادي البنسة الاولانية اهي، تمام. البنسة التانية بيبقى طولها 12.5 سنتي، برضو عرضها 2 سنتي. ادي البنسة التانية، يبقى الاولانية عرضها طولها كام؟ 14 سنتي، والتانية طولها 12.5 سنتي. تمام كده؟ كده احنا عملنا ايه؟ رسمنا بطرون الخلف اهو، وده كده اسمه ايه؟ اسمه الخط الفاصل بين الامام والخلف. هاجي بقى نعمل الامام، اعمل بطرون الامام. اول حاجة طبعا احدد الخط بتاعي اهو، بتاع الامام اهو، تمام، واكتب عليه ايه؟ خط نصف الامام، ماشي، وهروح محددة الخط من تحت اللي هو خط نهاية الجونيلا اهي كده، ماشي. هاجي بنفس المسافة من هنا، روح محدد برضو ايه؟ الخط بتاع الوسط بتاع الامام، نفس المسافة دخلتها هي نفس المسافة اللي هنا، واعمل ايه؟ الايه؟ واطلع برضو 1.5، واخد دي بدوران، بنزل بقى بي نص ملي، نص سنتي يعني، واروح اعمل الدوران اهو، وباجي باخد التلت المسافة دي بتاعت خط الوسط اللي انا عملته ده، باخد تلت المسافة بتاعته واعمل البنسة، فبنزل طول البنسة بتاعتي بتبقى 10 سنتي اهي. كده انا رسمت ليه؟ الجونيلا الامام والخلف. هاجي بعد كده اشف الجونيلا دي وابدأ احددها كده،
هحدد الجونيلا معايا عشان انا كده رسمت البطرون الاساسي. طب انا عايزه اعمل من البطرون الاساسي ده، عايزه اعمل منه قصه، عايزه اعمل منه ايه قصه، وعايزه احطها على الايه القماش. هفصل طبعا الجزء ده كده اهو، ماشي كده انا بقص الجونيلا اهي كده، ده مين، ده الامام، ده الخلف اهو، ده اسمه اتجاه النسيج، منساش عشان ده مهم جدا، هو اتجاه النسيج بتاعي ده اهو. دي البنص بتاعتي، البنسة الاولى والبنسة التانية. في حاجة برضو عشان نوضحها، ان انا ممكن استغنى عن واحدة منهم، يعني ممكن اخد الاولى دي بتبقى الاساسية، لكن التانية دي ممكن استغنى عنها لان انا ما بحتاجهاش الا في الاقسام، في الجسم اللي هو المليان، هو ده اللي بحتاج له ان انا اعمل له بنسة تانية في الخلف. كده انا ايه قصيت الايه البطرون بتاعي اهو. تعالوا بقى نشوف ايه ممكن نعمل كام قصة من الموديلات اللي احنا من البطرون الاساسي. كده البطرون الاساسي ده انا ممكن اعمله على كرتون ويبقى عندي جاهز واقدر اشتغل عليه زي ما انا عايز. البنسة دي لو انا هعمل قصرة هعمل كشكشة بستغنى عنها، بنسة ايه الوسط، لو هعمل قصرة هعمل كشكشة بستغنى ايه عنها. ده برضو بقول هنا اتجاه النسيج وده ايه الامام. كده انا البطرون كده ده اسمه بطرون اساسي، ممكن اعمله على كرتونه تبقى عندي كده. لو انا بقى عايزه اغير في البطرون بتاعي اي شكل تاني اعمل بقى قص عليه، هاجي هنا اروح حاطه البطرون كده على ورقه تانية خالص وابدا اشتغل على البطرون دوت. افرض انا في الخلف مش عايزه اعمل فيه حاجه فبسيبه زي ما هو كده، ممكن اروح لازقه بايه بحته بريت صغيره كده عشان ما يتحركش معايا وانا بعلم اهو كده، وهعملها من اول وجديد. هزود مثلا هنا هزود عليها ايه اللي هي المسافه بتاعت التوسيع. طبعا التوسيع احنا اخدناه بيبقى من ايه من 3 ل 6 سنتي حسب الموديل بتاعي، واروح موصلاه كده. ادي التوسيع بتاعي اهو كده اهو كده، انا زودت التوسيع بتاعي بتاع الجونيل تمام. طيب هاجي هنا مثلا في الامام انا عايزه برضو احط التوسيع واحط حاجه تانية برضو اللي هو ايه، لو انا عايزه اعمل ايه كالونه في النص هاجي برضو بالبريت كده اروح لازقه ده برضو كده. واقول لكم ليه انا ايه عملت واحد جديد، عشان هو ده اللي انا هشتغل بيه ايه على القماش لو القماش متاح معايا. دي مش تعشيق، دي ان انا بعمل ايه بعمل قصه جديده واحتفظ بالبطرون الاساسي اللي معايا. هاجي برضو من هنا اروح عامله التوسيع اهو ماشي، اروح موصله كده اوصل كده اهو ماشي. وهاجي بقى من هنا اعمل مسافة مثلا القصرة او الكالونيه، لو انا هعمل كالونيه طبعا انا بقى الكالونيه كده كده هيطلع نصين، ادي ايه ادي هقول مثلا عرضها 2 سنتي اهي
وادي 2 سنتي وقدها بتبقى 2 سنتي الناحية التانية، وبعدين اتنيها اهي كده. ادي مسافة الكالونية. طبعا في حاجة بقى هنا احنا بنكتبها اساسية في البطرون اللي انا هعمل عليه التعشيق. طبعا هنا خط نصف الامام، طبعا ده هيبقى ايه؟ متني. تمام. هنا بقى في الخلف هيبقى، مدام هنا متني يبقى هنا يبقى ايه؟ مفتوح. يبقى اكتب هنا خط نصف الخلف مفتوح، عشان انا هركب هنا ايه؟ هعمل هنا سوستة او كباسين او اي حاجة زي ما انا ايه حسب ما انا هعمل الموديل. هاجي بقى عشان اعمل البطرون، هقص بقى اللي انا عملته ده. هقص ده، هاجي اروح ماسكه كده واقص اللي انا عملته ده كده. ادي الخلف. طب البنس هاجي احددها عندي هنا كده، طبعا في الإضاءة بتبقى باينة. هحدد البنس اهي، ادي كده البنس بتاعت الخلف عشان انا هقصها هنا. تمام. وهاجي ادي الامام هقصه برضو كده واقص. بمشي على الايه البطرون بتاعي مظبوط، ما بزودش عليه حرف، ده مهم جدا ان انا ما بزودش عليه اي ايه اي حرف. واجي برضو اروح شفه البنسه من هنا اهي كده، ادي البنسه بتاعتي. هاجي بقى اشيل اللي انا عملته ده، هشيله خالص اهو كده، شيله بالراحه عشان ما يتقطعش مني. طبعا ايه انا بحاول لما اجي الزق ايه ببساطه ما يكونش فيه. واجي هنا اروح عامل اتجاه النسيج عشان ما انساش، ده مهم قوي، في لازم اكون محدد اتجاه النسيج بتاعي. ماشي. هروح قاصص الايه البنسه اهي، ادي كده قصيت البنسه اهي، واجي قاصص البنسه التانيه برضو، هشيل ده بالراحه خالص كده عشان ايه. ماشي. واقص البنسه التانيه كده اهي. تمام اهي كده. خلاص. واعمل برضو اتجاه النسيج. طب انا بعمل ده بالازرق وده بالاحمر عشان ابقى عارف ان ده امام وده ايه خلف عشان ما تلخبطش. ادي اتجاه النسيج كده. انا البطرون عندي جاهز ان انا احطه على ايه، على القماش. كده انا جهزت الموديل بتاعي اهو، يبقى جاهز ان انا احطه على ايه، على القماش. الحلقة الجاية ان شاء الله هنكون جايبين مع بعض بقى قماش، نكون عملنا البطرون دوت، ونشوفه مع بعض ازاي احط البطرون على القماش. على الاقل ان احنا في خلال الاجازة نكون مررنا ايدينا ايه، وما نكونش نسينا البطرون، وما نكونش نسينا ازاي التعشيق، خطوات التعشيق ايه، وازاي احط البطرون على القماش، بحيث ان احنا على الترم الثاني ما نيجي نشتغل في البنطلون ما يكونش الحاجات الاساسية اللي هي القواعد الاساسية بتاعت رسم البطرون نكون نسيناها. اشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله، ونكمل مع بعض طريقة وضع الموديل على القماش.